نؤكد فيه على الآتي: 1. الوقوف صفا واحدا وقويا بجانب القوات العربية الليبية المسلحة وعملية تطهير العاصمة، طرابلس من الميليشيات والعصابات المؤدلجة، وإقامة دولة المؤسسات التي يسودها العدل والعلم. 2. نؤكد على شرعية البرلمان الليبي وكل قراراته الوطنية التي من شأنها إقامة العدل والانصياع للقانون لدعم عملية المصالحة الوطنية بين كل الليبيين بعيداً عن أي إيديولوجيات التي دمرت الوطن. 3. ندعو كل أبناء المؤسسات التعليمية بالعاصمة طرابلس من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب للوقوف بجانب القوات العربية الليبية المسلحة التي هي طوق نجاتهم للمحافظة على مؤسساتهم واستمرار تقدمهم العلمي في مناخ أكاديمي تسوده المعرفة والقراءة والتطور المنشود لهذا الوطن. 4. لكل المثقفين والأدباء والكتاب أصحاب المعرفة والحكمة والشجاعة بأن يكونوا صفاً واحداً بجانب الوطن ودعم القوات العربية الليبية لإنهاء أزمة الوطن، ومن أجل مستقبل زاهر لأبنائنا وأحفادنا، ومن أجل خلق إنسان نموذجي متعلم وأكاديمي ناجح، علينا جميعاً أبناء العاصمة بالأخص وأبناء ليبيا عامة الاستمرار في دعم القوات العربية الليبية المسلحة حتى نصل لبر الأمان. دمتم ودام الوطن تاجاً فوق رؤوسنا.